اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام له سنة، سنته أقواله التي قالها. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه سنة، كلامه قانون، كلامه تعليمات الصالح، كلامه توجيه صحيح، كلامه معصوم عن أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. الآن أقواله سنة وأفعاله سنة، شيء فعله النبي إذن هو تشريع، ما فعله نهي. أقواله وأفعاله، في بند ثالث إقراره. إقراره إذا تكلم إنسان أمامه وسكت النبي، سكوت النبي إقرار لهذا المتكلم. لكن لو كان الكلام غير صحيح لا يسكت النبي. يعني مرة أحد الصحابة الكرام الذين خاضوا معه الغزوات مات، ومن عادة النبي الكريم أن يزور الصحابي المتوفى في بيته قبل تشييعه إلى القبر. سمع امرأة تقول: هنيئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو سكت النبي الكريم لكان كلامها صحيحاً. قال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فاستنبط أن الإنسان المؤمن الصادق لا ينبغي أن يصدر أحكاماً قطعية مستقبلية، هذا من شأن الله وحده. فأنت قد ترى إنسان عاصي، هو الآن عاصي، لكن قد يتوب ويسبقك. فلا تحكم على الأشخاص إطلاقاً، دع أمرهم إلى الله، ودائماً وأبداً قل: هذا من شأن الله وحده، والدليل: وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً. إذاً هناك أقوال وهناك أفعال وهناك إقرار، بقي شيء واحد، هناك نموذج بشري. يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا. المؤمن نموذج. في عنا بطل مسلم يعد نموذج للقائد المؤمن الشجاع. هذا البطل المسلم أذاق الفرنجة هزائم متتالية وأرعبهم، وكان يقول: إني لأستحي من الله تعالى أن يراني مبتسماً والمسلمون محاصرون بالفرنج. يستحي، ما كان يبتسم إطلاقاً. هو البطل القائد الذي علم صلاح الدين الأيوبي فنون النزال والفروسية، شيخه إنه نور الدين الشهيد. قال: أما عن شجاعته فيقال إنه لم يرى على ظهر فرس أشجع ولا أثبت منه. شجاعة، شجاعة بطولة. قال له يوماً قطب الدين النيسابوري: بالله يا مولانا السلطان، لا تخاطر بنفسك، فإنك لو قتلت قتل جميع من معك، وأخذت البلاد، وفسد المسلمون. فقال له: أسكت يا قطب الدين، أسكت يا قطب الدين، فإن قولك إساءة أدب مع الله. من هو محمود؟ يعني هو نفسه. من هو محمود؟ من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو
من أنا؟ التواضع. قال: فبكى من كان حاضراً معه رحمه الله، إنه البطل نور الدين محمود الزكي، الاسم المشاع نور الدين الشهيد. رباه أبوه على الفروسية وزرع فيه الشجاعة وعلمه القرآن، وكان رحمه الله محباً للسنة عاملاً بها، وكان زاهداً عابداً لا يحب حياة الترف، وكان مؤمناً بالنصر على الفرنجة وانتزاع الأقصى. يعني كلمة دقيقة، أيام بالمجالس تكون أخبار كلها سلبية على المسلمين في العالم، هون في هزيمة، هون في بلد محتل، هون في الفرق الضالة تسيطر على هذه المدينة، تتالي الهزائم والنكسات تسبب ثقافة اسمها ثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود، ثقافة اليأس. هذه الثقافة انتشرت في أطياف المسلمين. من ثمار هذه الثقافة أو من سلبيات هذه الثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود. ما عاد أحد يصدق إنجاز في العالم الإسلامي، تمثيلية، مؤامرة، ما عاد أحد يصدق إنجاز ولو كان حقيقي أبداً. هي من ثمار ثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود. لكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يشحننا بثقة جديدة، يعني هي شحنة إلهية. فانهيار النظام النقدي العالمي في الغرب شحنة من شحن الإيمان، ظهور بلد يعني كان يحارب الدين فأصبح ناصراً للدين، هي شحنة ثانية. انتصار فئة قليلة في فلسطين وصنع طائرة وقصف أعلى برج في تل أبيب، شحنة ثالثة. هذه الشحنات شحنات إيمانية من الله عز وجل، وكأن الله يقول: يا عبادي لا تقلقوا، أنا موجود، اصطلحوا معي، الأمر بيد الله عز وجل. والله قادر، يعني أضعف فئة في الأرض ممكن أن تصنع طائرة وأن تطير فوق عاصمة إسرائيل وأن تقصف أعلى برج وأن تصنع صواريخ دقة إصابتها مذهلة. الدرس لنا كلياتنا أن الله موجود. اليأس ليس من صفات المؤمنين. يعني مثلا إنسان أهدر دمه رسول الله وجعل 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، في شيء أصعب منه؟ إنسان الآن مهدور دمه، أي إنسان قوي قبض عليه يسلمه للدولة المحاكمة رأسا، مهدور دمه لأنه. فالنبي أهدر دمه ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. الآن في أثناء الهجرة تبعه سراقة لينال الجائزة، يقتله أو يأسره لمن يأتي به حياً أو ميتاً. فقال له النبي الكريم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ إنسان ملاحق مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، ويقول: يا سراقة، أنا سأصل إلى المدينة سالماً، وسأؤسس دولي، وسأنشئ جيش، وسأحارب أكبر دولة بالعالم، دولة فارس، وسأنتصر، وسوف تأتي الغنائم إلى المدينة هاهنا، ولك منها يا سراقة سوار كسرى. وين اللي انتهينا؟ هي أمي هي. أنا أقول لكم يا أخوان: لا تقلقوا على هذا الدين،
إنه دين الله، ولكن لنقلق جميعاً ما إذا سمح الله لنا أو لم يسمح أن نكون جنوداً له. بس اقلق على نفسك فقط، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. بل اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جندياً له. فلذلك الله عز وجل ينصر دينه بأشياء منوعة جداً. أيام زلزال يهلك القوم، أحياناً يرتكبون أخطاء فاحشة فينهزمون، أحياناً يقذف الله في قلب المؤمنين شجاعة تفوق عند الخيال. يعني الحقيقة التاريخ الإسلامي شيء عجيب، 30,000 أمام 300,000، 30,000 أمام 300,000. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. إذا كان هذا الإنسان العظيم زاهداً عابداً لا يحب حياة الترف، وكان مؤمناً بالنصر على الفرزة وانتزاع الأقصى من أيديهم، لدرجة أنه صنع منبراً ليعلوه الخطيب بعد فتح القدس. شو التفاؤل هذا؟ صنع منبر، المنبر للآن موجود بالقدس، من أتقن المنابر في العالم الإسلامي. صنع هذا المنبر ليصعده خطيب القدس بعد فتح القدس ليلقي من عليه الخطبة. وامتد سلطانه رحمه الله، امتد سلطانه إلى بلاد الشام ومصر وقسم العراق، دولة عظمى صارت. يعني امتد ليشمل بلاد الشام ومصر وأجزاء من الجزيرة والأناضول. وعلى الرغم من اتساع ملكه وعظمة سلطانه، إلا أنه كان يتوسل إلى الله قبل كل معركة. ففي ليلة من الليالي خرج نور الدين إلى فناء مهجور، بعد عن بيته بالفلاة، إلى فناء مهجور وسجد على الأرض ولطخ رأسه بالتراب وأخذ يبكي ويدعو الله بانكسار ويقول: اللهم إن نصرت المسلمين فدينك نصرت، فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحق للنصر. إن نصرت الجنود نصرت دينك. لأنه قد يكون محمود غير مستحق للنصر، ومن الكلب محمود حتى ينصر. يقال عن حاله، شوف التواضع، ومن الكلب محمود حتى ينتصر. فقال لذلك شيخ كبير رأى من شيوخ المسلمين الكبار، رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أعلن نور الدين أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط، بلغوا. فقال: يا رسول الله، ربما لا يصدقني، فاذكر له علامة يعرفها. فقال: قل له بعلامة ما سجدت على تل حارم وقلت: يا رب انصر دينك ولا تنصر محمودا، فمن هو محمود الكلب حتى تنصره؟ أي علامة؟ قال: فبهت ونزلت إلى المسجد الذي كان يقوم فيه نور الدين الليل، كان يصلي قيام الليل، نعم، حتى يصلي الصبح عنده. فأخبرته بالمنام وذكرت له العلامة، إلا أنني لم أذكر كلمة كلب، استحبها.
فقال له نور الدين اذكر العلامة كلها كلها. فاستحى الشيخ فألح عليه في ذلك فقالها، فبكى رحمه الله وصدق الله الرؤيا، فجاء الخبر برحيل الفرنج عن دمياط. هذول نماذج من قادة المسلمين، التواضع والتوحيد والخضوع لله عز وجل سبب النصر. يعني عفوا، من هم الصحابة؟ علية القوم. في بدر افتقروا فانتصروا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هم وهم نخبة البشر في حنين لم ينتصروا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآن نريد درسين بليغين حاسمين من هذه القصص. أنت كل يوم بتقول أنا بخبرتي بمعلوماتي بحمل الشهادة الفلانية، بتراكم خبراتي ما تنتصر. قول الله تنتصر. ملخص ملخص الملخص، بتقول أنا بتخلى عنك، قول الله بتولاك. يعني مثل بسيط، فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت يا محمد ولو كنت فظاً غليظ القلب لفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في الأمر. فأخواننا أكثركم لكم وظائف، بعضكم مدرسين، بعضكم أطباء، بعضكم تجار، افتخر لله. والله أنا قبل ما أقدم على أي عمل، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أيام بعدله، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. يلي الطبيب والمدرس والمحامي والتاجر قبل أن يعقد هذه الصفقة، يا رب اجعل فيها الفرج، اجعل فيها الرواج، يا رب يعني أجبرها عني. فما دام في دعاء في قرب من الله. أنا أرى أن قوله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون هو الدعاء. أنت الدعاء تصلي، نوع من الصلاة، تتوجه إلى الله قبل الدخول إلى الصف إن كنت مدرسا، قبل البدء بالعملية الجراحية إن كنت طبيبا جراحا، قبل عمل صفقة إن كنت تاجرا. إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. قبل دخول البيت اسأل الله أن يكون هذا الدخول مباركا. قبل الخروج من البيت، أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، عود نفسك الدعاء المستمر. بالدعاء المستمر أنت مع الله دائما. يعني إنسان سافر، يا ترى ممكن يقع حدث في بيته بغيابه؟ أيام ما ساخن يصيب وجه ابنه، الوجه تسوح طول حياته، وكان بنت في مشكلة أكبر. اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. عود نفسك الدعاء المستمر. اسأل ربك حاجتك كلها حتى شسع نعلك إذا انقطع. شو قولها؟ شسع النعل إذا انقطع، يا رب يسر لي إصلاحها. عود نفسك قبل ما تتاجر، قبل ما تعقد صفقة، قبل ما تلقي درس، قبل ما تعالج مريض، قبل ما تعمل عمل جراحي، افتقر لله عز وجل. تفتقر تنتصر. بتقول أنا، يعني بذكر إنه قصة بس نادرة جدا، في بلد عربي طبيب جراح ومشهور جدا، مرة ذكر أمامه أسماء أطباء جراحين، فقال كلمة فيها عجرفة وكبر لا تحتمل.
عمل عمل جراحي ارتكب خطأ لا يرتكبه طالب الطب، وهو الإنسان الوحيد بهذا البلد سحبت منه الدكتورة. اعتبر كل الجراحين الآخرين يعني بهائم بس هو، أما ارتكب خطأ بعمله الجراحي اقتضى سحب الشهادة منه، والآن بلا شهادة. لا تقول الله، لا تقول أنا، قول الله. الله وفقني، وفقني بهذا الزواج، وفقني بهذا العمل، وفقني بهذا التصرف. دائما خليك موحد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ والحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.